الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد أن المؤشرات الأخيرة لتطور وباء كورونا بالجزائر لا تبدو مقلقة، خاصة مع تسجيل تناقص ملموس في عدد الوفيات بفيروس كوفيد-19. بن بوزيد وخلال جلسة استماع له بمجلس الأمة اليوم أشار إلى أن 40 مريضا فقط بالفيروس يتواجدون تحت العناية المركزة، وهو رقم يعطي أملا واطمئنانا في إمكانية التحكم فيه. هذا وأشاد بن بوزيد بالنتائج الجد مرضية التي يعطيها البروتوكول العلاجي كلوروكينا. البارح إلا 40 مريض تحت العناية المركزة، ستادير أنتوبي، اللي تحت الجهاز التنفسي، اللي ما يقدروش طبيعيين يتنفسوا لازم إعانة نتاعها، إلا 40. وهذه 40 اللي تحت الجهاز اللي تابعين الكوفيد بيان سور، شيء محسوب قليل جدا، ويرضينا ويجعلنا محسوب نتشجع اكثر ونحيو هذه الصوره هذه. لكن 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 ناخذوا الاحتياط، ما نقولوش رانا حاليا بالامكانيات نتاعنا بالمجهودات نتاع كلنا الشعب، السلطات الداخليه، الحمايه المدنيه، الصحه، كل من ساهموا. الحمد لله حاليا بعد عده اسابيع شهرين ولا رانا في 40، عندنا امل ومطمئنين ونحب نطمئنوا باللي عدد الوفيات هو اللي يهمنا، وعدد الاشخاص اللي تحت الجهاز التنفسي الاصطناعي، لان هذو 40 نعرفوا بلي 40 و50% ممكن يروحوا الوفاه. للحديث حول هذا الموضوع ومتابعة لتصريح وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أسعد باستضافة هنا في البلاطو الدكتور توفيق زيو، رئيس مصلحة الأمراض الصحية. أهلا بك أستاذ توفيق، وكما ننتظر أن يلتحق بنا الدكتور إلياس مرابط، رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، بعد قليل فقط. بداية، تابعنا في هذا التصريح وزير الصحة يقول أن الحالة مطمئنة نوعا ما بالمقارنة مع الأرقام التي نحوزها اليوم، انخفاض في عدد الوفيات ملموس، وأيضا يتحدث عن 40 مريضا فقط في العناية المركزة. هل أنتم الطواقم الطبية التي تجابه هذا الفيروس في الخطوط الأولى تلتمسون فعلا هذا النوع من الاستقرار؟ وهل وصلنا إلى هذا الخط في المنحنى الذي يسير على استقرار قبل ما يعرف بتقريبا انحصار الفيروس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بالنسبة للمعطيات اللي تكلم عليهم السيد الوزير، احنا كي نشوفوا احنا في الواقع، يعني كي نقولوا كاين تحسن، ولكن التحسن هذا يكون كي نبداو من ولايه البليد، اللي هي يعني الولايه الاولى اللي بدات فيها العدوى. حقيقه في ولايه البليد كاين نقص، ولكن ماشي نقص تاع عدد تاع المصابين، عدد تاع الحالات الخطيره. لانه الحالات الخطيره بالطبع كي تكون تبدا الوباء، ما نعرفوش هذا الفيروس، ما نعرفوش كيفاش نتعاملوا معاه. المعطيات العلميه جينا من البلدان الاخرى، معناتها التاقلم صعيب. ولكن يعني بعد 4 شهور بدينا نفهموا، ولو يعني كل مره راه يجينا معطيات جديده. يعني المعطيات الاخيره انه احتمال انه الاكسجين ووضع المريض تحت اله التنفس الاصطناعيه كاين احتمال كبير انها ماهيش علاج يعني كافي للمريض، باش تشوف الصعوبه تاع الشيء. ولكن احنا بما ان رانا في الاحتمالات، تكلم هنا طبيب فقط، تتكلم على ما يعرف بالتنفس الاصطناعي، الانتوباسيون. معناتها هنا يعني المعطيات هذه راهي تقول لنا باللي كل مره لازم نتاقلموا، ما لازمش يعني كيما نقولوا كنا راح نقولوا فاكري فيكتواغ رانا ربحنا، لا لا، مازال ما ربحناش ومازال ما فهمناش مليح. ولكن كي نهضروا على ولايه بليده، المستشفيات ممتلئه، الحالات الخطيره ناقصه، الناس راهي بالعلاج، والناس كاين اللي خرجت، ولكن كاين ناس مازالها تمرض، وكاين ناس يعني كي نشوفوا الضواحي تاع ولايه بليده، الشيء اللي كنا نقولوا عليه، الا ما كانش تنسيق بين وسط المدينه والنواحي تاعها اللي ممثله بالمؤسسات الصحه الجواريه، راح هذه الاعداد تزيد في الضواحي، وراهي بدات تزيد في الضواحي تاع البليده، وحتى ولايه الجزائر راح تفوت ولايه البليده ولا ما فاتتهاش. شيء طبيعي، ولايه الجزائر فيها تقريبا 4 ملايين نسمه. ولكن كنا نقولوا من الاول باللي لازم ولايه بليده يكون الحجر محترم، الناس نغلقوا عليهم مليح،
نوفر لهم ظروف باش ما تخرج، باش نقولوا ما خرجتش. الحالات الجديده اليوم في ولايه البوليتة، في نتكلموا على الاصابات، الكل يقول انه الحالات في وسط المدينه نوعا ما استقرار في هذه الحالات، في حتى عدد الوفيات تراجع بالمقارنه مع ما كانت تسجله ولايه البوليتة، ولكن اليوم المشكل في الضواحي نوعا ما الغربيه للولايه وايضا بعض المناطق الشرقيه. هل ترى انه من خلال هذا الحجر الصحي، من خلال المؤشرات اصلا تقريبا ممكن اننا نقيم الحجر الصحي انه كان في وسط الولايه صارما ولكن في ضواحي الولايه لم يكن بنفس الصرامه؟ احنا التقييم سهل، يعني واحد اللي كيما يعمل في ولايه البليده في الضواحي تاعها، انا نعمل في شرق الولايه. يعني الحجر ما هوش صارم، الناس مازال ما فهمتش، الناس مازال تروح يعني دفينه تاع انسان تلقى انت 100 واحد، هذا مشكل. الناس ما زالت تروح دير تحوس على السميد، الناس ما زالت تحوس على الماكلة، الناس ما زالت كما اليوم الصباح جلست على مراكز البريد شفت اكتظاظ يعني بعين تاعي، وهذه ماشي غير في البليدة، حتى في الجزائر العاصمة ما زال ما راناش يعني متحكمين مليح، والثقافة تاعنا يعني ما زال ما ارتفعتش باش يعني نقولوا نقضيو. صح عدد الموتى مهم، ولكن المؤشر ماشي عدد الموتى هما عدد الإصابات. نعم. عدد الإصابات حتى لو كان نزل واحترمنا الحجر، نعم نقدر نقولوا باللي نتفائلوا خير، ولكن أنا نشوفوا باللي الحالات راهي تزيد في الضواحي تاع ولاية البليدة وما نقدروش نتنبؤوا، هذا يعني شيء مستحيل. لماذا؟ لأنه المعطيات احنا ما درناش تحاليل كل مرضى، ما عندناش إمكانيات، شيء طبيعي. الأعداد اللي يتكلم عليهم الوزير راهي ما تعطيكش الصورة الحقيقية، ماهيش أعداد كاذبة. لا نقولوش أعداد كاذبة، نقولوا هي الأعداد هي الحالات التي خضعت للتشخيص. تشخيص، وكاين حالات اللي خضعت للدواء بدون تشخيص، لأن على بها الناس تقول لك شفنا عدد الناس اللي تحت الدواء أكثر من عدد المشخصين، شيء عادي. ولكن هنا ما نقدروش نطبقوا يعني علميا في الدالة هذه، يعني واش قلت لكم المرة اللي فاتت هي دالة رياضية، سي اون فونكسيون اكسبونونسيال. لو كان ما عندناش المعطيات ما نقدروش نعرفوا بالتدقيق وكتاش نطلعوا وكتاش نكون يعني في الدروة وكتاش نهبطوا. عن طريق مؤشرات الوفيات هل ممكن أننا نقوم نوعا ما بعملية حسابية بالتقريب لعدد الحالات الإصابة المتوقعة في المجتمع الجزائري؟ ما نقدروش، لأنه ما عندناش عدد المصابين يعني الثابتة عن طريق التحليل لا بي سي ار، ما عندناش، ما نقدروش نعرفوا. لماذا؟ لأن احنا هذا الفيروس كيفاش نعرفوا؟ نعرفوا عن طريق المعطيات اللي عطاتهم لنا بلدان أخرى. ما نعطيك مثال، مثلا مرض السل، نعرفوا احنا ميكروب تاع السل هي قصية كوخ، نعرفوها شحال الانسان يكون معدي، شحال يعدي من واحد بعد مده زمنيه على بالنا شحال يعدي واحد. لهذا السبب نعرفوا عن طريق الرياضيات انسان شحال يقدر يصيب بعد اسبوع، بعد اسبوعين، بعد عام، بعد عامين. نعم. ولكن يعني هذا الفيروس هذا اللي هو جديد، احنا المعطيات جاتنا من الصين ثم من البلدان الاخرى، ولكن الشرط انه نديروا التشخيص لكاع المرضى. ولكن يعني باش نقعدوا في التفاعل، انا قلتها من الاول، الجزائر ان شاء الله بموقعها الجغرافي، بقلة عدد السواح، بقلة عدد يعني المتعاملين الاقتصاديين، احنا من الاول ما عندناش عدد كبير. ولو كان الحجر ماشي محترم 100%، انا نتنبأ خير، نتنبأ خير ان شاء الله. فيما يخص تقريبا الحالات التي جاءتنا من للجزائر كانت حالات من المغتربين، وهي من تقريبا 100% نقدر نقوله. نعم. فيما يخص فقط ومتابعة لما قاله وزير الصحة عند جلسة المساءلة في مجلس الأمة، أكد أن المنحة التي أقرها رئيس الجمهورية للسلك الطبي الذي يواجه خطر فيروس كورونا أحدثت بلبلة في القطاع بسبب تصرفات بعض المنتسبين للمهنة الذين تسابقوا للظفر بها رغم عدم أحقيتهم. استلمت الصيدلية المركزية للمستشفيات إلى حد الآن ما يفوق 25 مليون كمامة، 20 مليون راهم في لابي سي ار و 5 ملايين في المستشفيات، و 700 ألف قناع من نوع اف اف بي 2، قناع اف اف بي 2 أو ان 95، وقناع مختص لل بور لي زاكت انفالسيف لي سو كي فون لي بريليفمون ولا لي يديروا لي اوبيراسيون سور لا سفير او ار ال. وتستلم في نهاية الأسبوع
هذا الأسبوع 29 أفريل عندنا 3,500,000 مليون كمامة للزيت الجوار. هذا وننتظر استلام باقي مقتنياتنا من معدات وقاية فردية. هذا اليونانيميزم هذا لازم نقضيه عليه. دركا حاليا في عدد كبير من الأطباء داروا دي كونجي خايفين، فيه بعض الأقسام ماهيش متوجهة لهذا الوباء. احنا داخل المستشفى قال القسم هذا 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 مخصصين الوباء، لكن هذه الأقسام تشتغل عادة. كلهم جاءوا سيد الرئيس يطلبوا لابريم، هذا شيء طبيعي على كل حال. لكن طلبت أنا يا وعي، جو في أبيل على كونسيونس دي ريسبونسابل، باللي إلا اللي خذا خطر، إلا اللي كان في الصف الأول، إلا اللي كان قرب المرض، حقيقة فيه خطر. خطر الوباء هذا يا كاين اللي توفاو، إلا هذو اللي يديو هذيك العلاوة. تركا هذه حلا ولفنا سيد الرئيس كونتيين بريم كامل، ويصعب يصعب صعيب كثير لرئيس المؤسسة ولا رئيس القسم. لكن حنا قلنا لهم يفو ريستي يفو ريستي جوست سي تو جوست، يفو اللي حقه حقه. لا تقريبا وزير الصحة يتحدث عن هذه المنحة التي نوعا ما خلقت بلبلة في ما بين سلك ممارسي الصحة العمومية، من يجابهون هذا الفيروس. هل ترى أنه فعلا اليوم فيه ممارسي الصحة من احتالوا نوعا ما في هذا الظرف وقدموا مثلا طلبات على عطل حتى يتفادوا هذا الفيروس، وخوفا أيضا من هذا الفيروس، ولا يمكن بطبيعة الحال وبالمنطق أنهم يحوزون على هذه المنحة؟ أنا أولا قبل ما نطرق هذه القضية، المشكلة عندي أنا أنه هذه المنحة كان الإعلان عنها راهو بزاف مبكر. أنا مرأي لو كان ما هدروش تكلموش عليها كامل. لماذا؟ إحنا رانا نعملوا ضد وباء، رانا جنود مجندة. أنا ماشي وقت أن نطلب منحة، هذا ماشي وقت طلب منحة. أصلا المنحة ما طلبناهاش، المنحة حق تعطى ولكن ماشي وقتها. هذه أولا. أنا واحد كيكون يعمل ما نشوفش أنا في الحالات العادية صح، بصح حنايا ما عندها حتى المكان تاعها ماشي وقته. ثانيا باش نحدوا هاد الناس، حنا باش يعني نتبعوا الخدمة تاعنا ونشوفوا المشاكل تاعنا تاع كل يوم، رانا ولينا يسألونا الخدامين المنحة شكون يديها شكون ما يديهاش، وعلاش العامل علاه الطبيب في المرسوم مكتوب يدي 40,000 دينار والعامل العون الإداري يدي 10,000 دينار. هذا مشكل. هذا المشكل أنا طرحته من قبل، من باب أنه حتى المنحة اللي ناخذوها شهريا على جال العدوى. نعطيك مثال، منحة منحت عندها سنوات على العدوى. المنحة تأخذ باعتبار المستوى الدراسي تاع الموظف. مثلا طبيب راهو معرض كما أنا نخدم في مصلحة أمراض السل وأمراض تنفسية على طول العام. المنحة تاعي أكثر من ممرض. زيو نقاطعك فقط، يلتحق بنا الآن الأستاذ والدكتور الياس مرابط رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، أهلا بك وأشكرك على تلبيتك الدعوة. وأترك فقط الدكتور توفيق يواصل فقط. أعطيت لك مثال تاع المنحة اللي ناخذوها شهريا. يعني كي ناخذوا الإنسان يكون معرض نلقاو طبيب في بعض والممرض عندهم نفس معرضين بنفس الدرجة، ولكن المنحة مختلفة. هذه ثاني خلقت لنا مشاكل. احنا ما نطلبوش المنحة ياخذها الانسان اللي يكون عنده مستوى دراسي اعلى. هذه كاين ميكانيزمات اخرى حسب الدبلوم، الانسان اصلا يخلص اكثر. هنايا خلقوا لنا مشكل وماشي وقته. في الحق كانوا يطلبوا منا ان نديروا هذا، يعني تقدر تقول دراسة، لأنه كل مسؤول على باله شكون خدم شكون ما خدمش. الإدارة على بالها شكون راهو في عطلة، النساء الحوامل اللي راهم اللي كان يزيدوا راهم في 3 شهور هذوك نحسبوهم، اللي حط يعني مع حبس خدمة اللي راهم نديروا لهم كاع تقويم. أكيد إن شاء الله تخلص هذا خلاص الوباء، ومن بعد نقوموا شكون يدي ما يديش. درك كيقول الوزير سيد الوزير يقول لك بعض الناس حطوا يعني حبسوا على العامل. يا اخي لا عندهم الا راه عندهم امراض مزمنه واسباب مقنعه انا نقدر نوقف معهم، ولكن ما نقولش باللي كان بعض الناس ما خافتش وتهربت. هادو بشر،
والامكانيات ما كاش، كاين اللي يتهرب كاين اللي ما تهربش، كاين بعض الناس ما صابتش باش تلحق للعمل. كي نشوفوا النقل ما كاش، حنا معنا اطباء يعملوا في مناطق ما كاش النقل. معناتها هذه واش نحسبها؟ نحسبها هربت من العمل؟ هاو دكتور ميرابات على باله هنايا نعملوا في نفس يعني المؤسسه، كاين الناس ما لقاتش كيفاش تجي. وحتى كيكون النقل مرات يصراو لنا مشاكل، الناس ما لقاتش وين تاكل، لانه الناس يتخدم نهار كامل ما كاش وين تفطر، ما كاش وين تعشى، وعلى بالكم كاين مشاكل تاع التموين تاع النقل. يعني انا بالنسبه لي هذه القضيه تاع المنحه ماهيش وقتها. أستاذ مرابط، فيما يتعلق بما قاله وزير الصحة عن هذه المنحة، قال أنه الكثير من مثلا من البلبلة وقعت حول هذه المنحة. دكتور توفيق يقول أنه ليست وقتها، ما لابد أن لا نتحدث عنها في مثل هذا الظرف، ولكن فيه أمر أثار نوعا ما الانتباه عندما قال الوزير أنه بعض المصالح ليست معنية نوعا ما بهذا الفيروس، ولكن تتواجد هذه المصالح في المستشفيات وأيضا هي معرضة لخطر العدوى بهذا الفيروس. هل ترى أنه أولا ليس مبكر أن نتكلم على مثل هذه المنحة، وثانيا لا يمكن عن طريق آليات إدارية أننا نعين من سيحوزون على هذه المنحة؟ أولا بعد بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم شكرا على دعوتكم، وكذلك يعني فرصه اخرى تعطيوها لنا الزميل. كنا مع بعض يعني اليوم في مكان العمل، نعم، ودرك رانا معكم في هذا الحصه للمساهمه بالشيء اللي نقدروا عليه في تنوير الراي العام حول موضوع ولا موضوع خلقته وزاره الصحه. لكن تقول باللي بلبله، البلبله مش احنا اللي درناها، البلبله دارتها وزاره الصحه. الأصل كان هو قرار رئيس الجمهورية لتحفيز المهنيين تغطية الصحة، ولما تكلم على كل المهنيين ولم يستثني أحدا. بقات على مستوى آلية التطبيق، وزارة الصحة أحدثت بلبلة وراهي لونتروتيان، يعني راهي يعني تسير فيها مع الأسف، إضافة إلى تسييرها لأزمة صحية خانقة، وهذه هي الأولوية بالنسبة لنا. الخرجة تاع الوزير الأمس والتصريحات اللي دارهم، حنا كنا نفضلوا ما نسمعوهمش كشركاء اجتماعيين، لأنه الوزير رسلنا غادات المراسلة، كان رد فعل تاع النقابة، نقابة ممارسي الصحة العمومية، تقريب ساعات بعد المراسلة التي وقعها الأمين العام بالنيابة تاع الوزارة، واللي طلب بصفة مستعجلة جدا، لأنه أعطى أجل تاع 24 ساعة تقريب لمدراء الصحة على المستوى الوطني، أعطوني القائمة الإسمية تاع الناس المعنية بهذا العدوى والغير والتي ليست معنية. خلق مشكل، كانت فيها ردود أفعال، اتصلوا بنا احنا مكاتبنا، شفنا ثانيك مهنيين معنا ماهمش النقابة لا تغطيهم بقانونها الأساسي، ولكن معنيين كما كان يتكلم الزميل. أنا أشتغل في مصلحة، مانيش وحدي كطبيب، نعم، معايا المهنية نتاع النظافة، معايا الممرضين، عون الأمن، الممرضين، المخبريين، سائق سيارة الإسعاف، الكل معني. إذا الكل تساءل على المغزى من هذا المراسلة، توقيتها بالذات، وعلاش التسرع في التنفيذ بهذا الشكل، وما هي الخلفية. إذا احنا كنقابة احنا تحملنا مسؤوليتنا ورسلنا السيد الوزير، ما تكلمناش هكذاك اعلاميا، درنا مراسله للسيد الوزير طلبنا وسمع الموضوع نتاعها توضيح فيما يخص المراسله الفلانيه بالرقم الفلاني. وتساءلنا علاش هذا التسرع، وقلنا حذرنا انه راح يكون ممكن سبب لتذمر، يخلق نوع من التذمر داخل الاوساط نتاع المهنيين ايضا، وراح يخلي اسقاطات اخرى كما تفضلت وقلت وقلناها في المراسله، يعني نوع من التراخي، من نوع من على مستوى الصفوف، واحنا ماناش في حاجه الى هذا الامر اليوم. قلنا باللي يعني تستدعي انه ناخذ وقت ونتفاعل مع الشركاء الاجتماعيين الممثلين المختلف هذه الاسلاك باش تطبق يعني بالشيء اللازم واللائق. اذا اعتبارات اخرى احنا لا نفهمها، اعتبارات اخرى لا نقبلها، لما تكون نقولوا باللي نجزم انه كاين ريسك فيرتوال، ما ناش فاهمين احنا وشنو الريسك فيرتوال. اليوم كل المهنيين معنيين دوك الا كان نتكلم على المهنيين اللي تعقدت الوضعيه نتاعهم، ما مش بالضروره استشفائيين جامعيا. ما الا كان نتكلم على الناس اللي توفوا، اغلبيتهم من اطباء عامين، من مخبريين، من سائقي سياره اسعاف، من القطاع العمومي والقطاع الخاص كذلك. والقطاع الخاص ماهوش معني بهذا المنحه. اذا المنحه في حد ذاتها
ما زدارتش باش تخلق مشكل، زدارت للتحفيز وزدارت باش تكون يعني طمئن المهنيين انه فيه مرافقه على اعلى مستويات السلطه للعمل والمجهود اللي يبذلون فيه. تقريبا من خلال خليني برك نضيف حاجه مهمه جدا اذا سمحت بسرعه. تفضل. انا اتساءل، احنا هذا مهنيي الصحه اللي رانا معنيين مباشره بالوباء ورانا في الجبهه الاماميه وفيه ضحايا ربي يرحمهم وفيه ناس مصابين وفيه ناس اليوم راهم في المستشفيات وفي مصالح الانعاش من الاطباء والزملاء الاخرين من الاعوان تاع الصحه، وفي قطاعات اخرى حولنا راهي كذلك مستنفره. نتكلم على لي سيرفيس سيكوريتي معنيين، السلك الشرطه مثلا معني بهذه المنحه، نتكلم على السلك تاع الاعوان تاع الحمايه المدنيه معنيين بهذه المنحه، شركات معنيه بهذه المنحه عن طريق الاداره نتاعهم خذت قرار انها تعطي لهم منحه تم تعميمها لكل عمال الشركه. نعطيك سون الغاز مثلا، كل المهنيين تاع كل الموظفين تاع الشركه معنيين بمنحه اعطتها الشركه بسبب يعني مجهوداتهم وعملهم اللي يقوموا به في هذا الجائحه. عمال كذلك تاع البروتكسيون سيفيل الحمايه المدنيه، المديريه العامه اصدرت بيان ممكن طلعتوا عليه كما طلعنا احنا. لم يستثني احدا. كيفاش نتكلم على مهني قطاع الصحه بهذا الشكل ونخلق نوع من التمييز، نوع من الطبقيه؟ نضيف الى هذا الامر باش نعرف اذا كان نكونوا عمليين ونكونوا علميين ونعملوا بمنطلق الطبيب اللي يجرد الوضع يفحص ويجرد ويشخص ومن بعد يعالج. اسكو درنا تشخيص على مستوى المهنيين هذو؟ اسكو وفرنا لهم شروط ضمنا لهم التشخيص الديبيستاج باش نعرفوا من كان مصابا قبل مزاوله هذه الخطوه اللي تحميهم؟ يعطيك الصحه. من كان مصابا قبل مزاوله عمله ولا لم يكن مصاب، ومن كان اصيب خلال العمل، ومن تعقدت الوضعيه الصحيه نتاعو باش يكون عندنا صح جرد لوضعيه معينه ونقف على حقوق وواجبات الجميع. هذا الشيء ما درناش. اذا الا كان ما درناش التشخيص وشايفين انه على مستوى الاصابات الكل معني، شايفين على مستوى القائمه اللي تكلم عليها تفضل تكلم عليها السيد الوزير نتاع وفيات الكل معني، وشايفين انه الولايات اليوم الكل معنيه، نتكلم على 47 ولايه كل فيها حالات نتاع هذا الكوفيد 19. اذا وش من العبقريه هذه اللي تخليني انا كمسؤول ببساطه. استاذ الياس مرابط، هل ترى انه التعليمه صدرت من رئيس الجمهوريه وكانت شامله تقريبا في مضمونها عندما نقرأ هذا التعليمة شاملة ولا تستثني أحد كما قلت، هل ترى أنه اليوم دائما هذا هو المشكل أنه مختلف هذه التعليمات عندما توجه إلى المصالح الوزارية نقع في مشكل آلية التدبير، معناها النصوص التطبيقية نوعا ما هي من تعرقل هذه العمليات وهي من تصنع البلبلة في الكثير من الأحيان؟ أنا قلت في الأول احنا شي اللي كان على مستوانا يعني لما يعني التعليمة صدرت صريح كان على لسان السيد رئيس الجمهورية وأعطى تعليمات في هذا الخصوص كانت واضحة تشمل كل مهني قطاع الصحة، بما أنه حتى المرسوم يتكلم على قيمة للمنحة للإداريين. ولما نتكلم عن الإداريين بيقول إلا كان نروحوا في الفلسفة نتاع المسؤولين اللي راهم على مستوى وزارة الصحة والتصريح اللي داروا وزير الصحة أمس، هذا السلك نتاع الإداري غير معني بما أنه ما عندوش علاقة بالمريض مباشرة. كان يقول بلي فوالا لو ريسك فيرتوال، وكان يقول يعني لو ريسك يعني اقصى درجات كيفاش نقولوا لو ريسك، حب يقول كاين اسلاك سيتم استثنائها والورك هي موجوده في المرسوم الرئاسي. هذا ما يجعل ما قاله الدكتور توفيق منطقي جدا. لا يمكن أن نتطرق لمثل هذه المنح ومثل هذه الآليات في ظرف الذي نعيشه اليوم من انتشار لفيروس كورونا. وبالحديث عن انتشار فيروس كورونا كما يظهر أسفل الشاشة مشاهدينا الكرام آخر حصيلة لليوم زيادة نوعا ما حالة الإصابات ب 89 حالة ليصل العدد الإجمالي إلى 2718 حالة مصابة مؤكدة بفيروس كورونا. أما فيما يتعلق بالوفيات التي سجلت فسجلنا 9 وفيات خلال ال 24 ساعة الأخيرة ليصل الرقم إلى 384 حالة وفاة. فيما يتعلق أيضا بالمتعافين من هذا الفيروس سجلنا 52 حالة خلال ال 24 ساعة الأخيرة ليصل الرقم الإجمالي إلى 1099 حالة تماثلت للشفاء. وهذه الأرقام إذا تظهر مشاهدينا الكرام أسفل الشاشة كما تتابعون. وسنعيد فقط بعد نهاية هذا الفضاء الرابعة نذكر بهذه الأرقام التي تسجل اليوم في تاريخ 20 أفريل 2020 فيما يتعلق فقط بانتشار فيروس كورونا عبر التراب الوطني. وقبل أن واصل النقاش فاصل قصير ثم نعود.